يحزم أهالي قريتي النبيجة ومنزل غراب في مديرية السدة بمحافظة إب أمتعتهم للرحيل. يتخلون عن منازلهم وعن ذكريات السنوات التي عاشوها في هذه الأماكن، وفيما يستعد بعضهم للمغادرة وهم لا يعرفون إلى أين يذهبون هربا من كارثة طبيعية حلت بمنازلهم وأدت إلى تصدعها. البيوت محطمة ولم تصالح للسكن نهائيا، وأهلها غادروا منها ما يملكون حق الذي يحملوا الأداة الذي يطلبوا. بيتنا تهدم النعم فلهم بننا. هناك من يتمسك بالبقاء تحت سقوف يجهلون متى يمكن أن تسقط على رؤوسهم ويغامرون بالسكن فيها رغم تحذيرات خبراء الجيولوجيا الذين زاروا المنطقة وأفادوا أنها لن تصمد طويلا، موصين الأهالي سرعة إخلاء منازلهم حفاظا على حياتهم، كما أوصوا بتنفيذ إنشاءات وجدران حماية في محيط القريتين وتفريغ المياه الجوفية كشرط لاستقرار الأرض في السنوات المقبلة، وهي إجراءات تأخرت كثيرا. وتقول المعلومات الواردة من هناك أن كلفة تلك الأعمال الإنشائية تقدر بملايين الدولارات، وبدأت التصدعات في أرض القريتين في العام 2002، لكنها وفقا للخبراء ازدادت بقوة في الآونة الأخيرة. البيوت أصبحت غير صالحة للسكن، ومع تفاقم المشكلة والأوضاع الاقتصادية لا يستطيع أهالي هذه القرية النزوح إلى خارج القرى بسبب الوضع المادي لهم. يعيش في القريتين أكثر من 2000 نسمة، وجميعهم غير قادرين على إيجاد الحلول وينتظرون تدخل الحكومة ومنظمات لم تصل إلى المنطقة من قبل، رغم الحاجة الماسة إلى وجودها في هذه الأيام العصيبة التي يواجهها الأهالي وحدهم، مع أمل وجود من يبادر لإقامة منازل بديلة لهم تقيهم حر الشمس ولفحات الشتاء القارس.